كعبي اني اعشقه، اعشق هذا الانسان. جاي حامل عزل عامل حركه الالمان وبتطلع على الالمان وبقول لهم اذا عملتوا لنا هذه الحركه من منطلق الدفاع عن المثليه فاحنا بنقول لكم نعم. هذه الحركه عملناها لما اوزل تكلم عن الايجور وتكلم عن المسلمين، ولما تصور مع رجب طيب اردوغان حرمتوه من المنتخب وابعدتوه. دكتور حمود يربعها ويتجول في المدرجات ويرد على الالمان بقوه. هذا هو دكتور حمود الذي لا يخشى احد. قوي قوي يا ابو سعد قوي. Radio Mane! Radio Mane! Radio Mane! Radio Mane!